مدينه صرمان التي تقع ستين كيلو مترا غرب العاصمه الليبيه طرابلس ويبلغ تعداد سكانها حوالي خمس وستون الف نسمه وتسمى ايضا بام الربيع الدائم لخصوبه ارضها وكثره بساتينها وازدهار التجاره فيها ولكن على ما يبدو ان ام الربيع تعيش هذه الايام في خريف يتساقط فيها ابناؤها واحد تلو الاخر ضحيه للجريمه المنظمه وعصابات الخطف والابتزاز لتسجل مدينة صرمان أعلى نسبة خطب بين مدن المنطقة الغربية للعام 2015 في ظاهرة تعتبر هي الأغرب في تاريخ المدينة فلم يسلم من جرائم الخطف الكبار والصغار في ظل عجز كافه الاجهزه الامنيه على توفير الحد الادنى من الامن والاستقرار داخل المدينه فانتشرت الفوضى والذعر بين اهالي المدينه الذين اصبحوا تحت خطر تلك العصابات الاجراميه التي اتخذت من الخطف اسلوب لابتزاز المال من اهل الضحايا فلم تاخذهم الرحمه بالرجل الطاعن في السن او الشاب الصغير وما زاد الامر اكثر سوء ان تعرض اطفال المدينه ايضا للخطف واخر هم كان محمد وعبد الحميد وذهب الشرشاري ثلاث أطفال أشقاء تم اختطافهم في مطلع شهر ديسمبر الحالي أثناء عودتهم من المدرسة من بين أيدي أمهم التي عاشت تلك اللحظات الصعبة بين أيديها بعد أن اعترضوا سيارتهم معتدوا بالضرب على السائق وها هي الأيام تمضي وما زال محمد وعبد الحميد وذهب في عالم مجهول بعيدين عن حضن الأم والأب وعن مدرستهم في قضيه هزت الراي العام في كل ليبيا ويبقى السؤال للمواطن داخل مدينه صرمان اين دور المجلس البلدي ودور مؤسسات المجتمع المدني ودور الإعلام الذي يجب أن يعكس واقع المدينة وأين دور مجالس الحكماء والشورى والقبائل ولكن التحديات والتجاذبات السياسية والقبلية كان لها دورها في زيادة تدهور الوضع الأمني داخل المدينة لتستمر حالة الفوضى وليبقى حلم الأمن والاستقرار والجيش والشرطة وطوق النجاة لكل الليبيين شعبان بركة مدينة صرمان